بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اخواني في الله، هنبدأ ان شاء الله بتسجيل تاني فيديو من كورس البي ام بي. ان شاء الله هنبدأ بقول الله عز وجل: وقل رب زدني علما. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان الى يوم الدين. كنا سجلنا فيديو عن الانترودكشن البي ام بي في البداية، ده تاني فيديو. ان شاء الله باذن الله هنتكلم عن سكوب. بس قبل ما نتكلم عن سكوب، قبل ما نبدأ في السيشن، هعرفكم بنفسي تاني. انا اسمي احمد شعبان، والميل بتاعي الوضع صوتكو اند دوت الساء 09 الجميل. اي استفسارات، اي اسئلة، انا تحت امركم يعني. بس كل ما اطلبه منكم هو دعوة في ظهر الغيب كده. في كمان رسالة، ايه ده بقى؟ شايلك ارس كده، مش تفرق معنا الرسالة دي. تمام. كنا اتكلمنا السيشن اللي فاتت عن انترودكشن زي ما قلنا، والنهاردة ان شاء الله هنبدأ في السكوب. بس قبل ما نبدأ عايزين نراجع، بس مراجعة سريعة كده عشان نشوف اسئلة. كانت اخر السيشن على ما اتذكر، ان بقالي فترة ما سجلتش، بس انتوا مش هتحسوا بالكلام ده. كانت اخر حاجة اللي احنا كنا وقفنا عند الاسئلة. راجع كده ايه 5 دقايق بالظبط على اللي قلناه المرة اللي فاتت، ونبدأ ايه نشوف الاسئلة برضو على السريع. كنا اتكلمنا عن كل ده صح؟ طب خلينا نرجع على المهم. يعني قلنا ان عندنا 9 نيرج اوريال بي ام بي: انتجريشن، سكوب، تايم، كوست، كواليتي، هيومن ريسورس، كوميونيكيشن، ريسك، بروكيرمنت. وكل واحده لها انبوت وتكنيكس بنستخدمها وتولز، وليها اوت. كل حاجه هنشوفها في سيشن. وقلنا ان الفيزز بتاعت البروجكت عندي بتكون انيشيشن، بلاننج، اكسكيوتنج، مونيتور اند كنترول، كلوزنج. انيشيشن بدايه البروجكت خالص، وبتبقى فيها البروجكت شارتر. البروجكت شارتر ده بيبقى فيه هاي ليفل عن الريكويرمنت، هاي ليفل عن الكوست، هاي ليفل عن هاي ليفل عن كل حاجه. يعني بيبقى فيه هاي ليفل الريكويرمنت بتاعت البروجكت. يعني البلاننج ده بنبدا نحط بلان بقى للسكوب والتايم والكلام ده، ونبدا نحدد الكوست بتاعه ونخلصه في قد ايه وسكادجول، ونعرف الريسك ونعرف الستيك هولدر ونعرف كل حاجه دي في البلان. اكسكيوشن بقى بنبدا ايه اكسكيوتنج، نبدا نشتغل على الحاجات اللي احنا عملنا لها بلاننج، ونبدا نشتغل بجد. مونتر اند كنترول بنشوف الحاجات اللي احنا حطيناها كده، في حاجه كيب في مندوش. طيب معلش في الرساله ظهرت دي تاني، مش عارف ازاي. طيب مونتر اند كنترول، مونتر اند كنترول ديت ثواني بس اتاكد من حاجه ان التسجيل شغال بالفعل. المونتر اند كنترول لا، بتابع الحاجات اللي انا كنت عاملها على الورق والبلان اللي انا كنت عامله دلوقتي انا شغال. فهل انا شغال زي ما عملت بلان ولا لا؟ فلو حصل مثلا كده اي فاريشن بشوف، وبشوف انا ممكن اطبق ايه. كلوزنج بقى خلاص بقى بروح اشوف اللي انا عملته ده صح، ده زي ما كان موجود في الريكويرمنت، زي ما الكاستمر بتاعي كان عايز، فبكلوز بعد كده خلاص تمام، كله تمام. هكلوز البروجكت واكلوز البروكيرمنت العقود وكده والكلام اللي معايا. كونتر. طيب ده على السريع يعني. طب كان عندنا تريبل كونسترينت، كانوا هما 6 حاجات: سكوب، تايم، كوست، كواليتي، ريسك، والكاستمر ساتسفاكشن. كان عندنا بروجكت مانجمنت اوبريشن مانجمنت. البروجكت مانجمنت اللي احنا قلنا اساس البروجكت ده، عرفنا كنا في البدايه اتعرفنا ان البروجكت ده حاجه تمبوراري ويونيك، وفي خاصيه. طب نرجع له بالمره عشان كانت حته مهمه. temporary ويونيك وبروجريسيف elaboration. قلنا temporary عشان ده ليه بدايه وليه نهايه، يونيك عشان ما بيحصلش تاني. حتى لو حصل نفس البروجكت تلاقي حاجه متغيره، المكان، التايم، الحاجات مختلفه اكيد يعني. بروجريسيف elaboration ان ببدا ايه بطور اثناء ما انا بشتغل، بعمل ديتيلد اكتر، بتفسير اكتر للحاجات اللي انا ايه كنت داخل اعملها داخل بروجكت. وكنت ضربنا امثله على الكلام ده يعني. مش عايز ايه، اللي عايز يراجع الكلام ده هيرجع في السيشن اللي فات، بس عشان بس ايه ادخل على الاسئله. اوبريشن
اتكلم عن ده. البي ام او، قلنا البي ام او دي عباره عن بروجكت مانجمنت اوفيس، دي بتبقى بتساعد البروجكت مانجر سبورت ليه في كل حاجه، هي اللي ممكن بتمانج الريسورسز، ده هيروح في مشروع ايه ومشروع ايه، هي اللي بتحدد التمبلت، هي اللي بتعمل يعني، هي ممكن تساعد البروجكت. اولا هي اداه للبروجكت مانجر في كل حاجه هو ايه مش عارفها. ممكن لو انا داخل بروجكت مش عارف عنه اي حاجه اروح للبي ام او. طيب كان عندنا بروجرام مانجر، بروتوفوليو مانجر، قلنا البروجرام مانجر ده ماسك ايه، او بروجرام مانجمنت ده بيبقى ماسك مشاريع ريليتد لبعض، لها علاقه ببعض. بروتوفوليو ده متكون اكتر من ايه، من بروجرام مانجر، يعني ممكن يكون هو اكتر من بروجرام مانجر او سب بروتوفوليو مانجر. ده بيبقى ممكن المشاريع تكون لها ريليتد ببعض، او ممكن في الاخر بتخدم حاجه واحده، يعني مش شرط كل علاقه ببعض، في اوبجكتيف في الاخر بتخدمه يعني. انتربرايز مانجمنت فاكتور لايف سايكل، احنا اتكلمنا عن الكلام ده، مش عايز بس في حاجه. ستيك هولدر، نسينا نتكلم خالص على ستيك هولدر السيشن اللي فاتت. ستيك هولدر، اولا يعني ايه ستيك هولدر؟ ستيك هولدر معناه، بدون ما نسال يعني كتير، معناه ان اي حد هيأثر على المشروع بتاعي سواء ايجابي او سلبي فهو ده ستيك هولدر بالنسبه لي. طب ازاي؟ انا بعمل تسجيل دلوقتي، الشخص اللي قاعد بره ممكن يفتح عليا الباب دلوقتي وانا بسجل ويكلمني يا احمد كذا، فده ده ستيك هولدر بالنسبه لي. الراجل اللي ماشي في الشارع لو اتكلم بصوت عالي زي اللي سمعناه المره اللي فاتت، ده ستيك هولدر بالنسبه لي. كل ستيك هولدر، اي واحد ممكن ياثر بالايجابيا او سلبيا في المشروع عندي فهو ستيك هولدر. يعني انت لو في مشروع، لو الاوفيس بوي بتاع الشركه ده ستيك هولدر، يبقى ستيك هولدر في واحد كان ممكن اقول لك ستيك هولدر ده الكاستمر بتاعي، لا هو الكاستمر ومديري والناس اللي شغاله معايا، وحتى بقول لك الاوفيس بوي ستيك هولدر، كل ده ستيك هولدر يعني. تمام، فهو ده الستيك هولدر. طيب اتكلمنا عن ده كله، مش عايز ارجع، قلنا في فانكشن وبروجكتايز وماتريكس ما بينهم. الفانكشن بتبقى كل الاثوريتي عند الفانكشن مانجر، بروجكتايز بتبقى كل الاثوريتي عند البروجكت مانجر. ماتريكس في 3 انواع للماتريكس، في ويك ماتريكس، وفي بالانسد، وسترونج ماتريكس. سترونج بتبقى قريبه جدا للبروجكتايز فيبقى الاثوريتي برضو عاليه للبروجكت مانجر. الويك بتبقى قريبه جدا للفانكشن مانجر، بتبقى الاثوريتي معظمها مع الفانكشن مانجر. البالانس بتبقى ما بين الاثنين بقى، ان بتوين يعني، تبقى هاف هاف يعني. اتكلمنا قلنا اللي احنا اتكلمنا عنها انيشيشن بلان. دلوقتي تعال ندخل على الاسئله بقى. السؤال الاول بيقول لك يعني معناها ايه البروجريسيف الابوريشن. اديكم دقيقه تفكروا اجابات ايه. تعال نفتح الصفحه. طيب مبدئيا اولا دايما في كده ايه، لما تحب نفكر في الاسئله ديت ممكن سؤال ما تبقاش عارفه، فبتعتمد على خاصيه الاستبعاد بقى، نستبعد بعض الاجابات، وممكن في اجابتين بنشوف الاقرب ايه. هي مشكله بقى البي ام بي بقى، ان ممكن تلاقي اجابات كلها تنفع صح، فهو تلاقي معظم الاسئله يقول لك ذا بيست ذا بيست وان مثلا، هنشوفها دلوقتي برضو ممكن تبقى في الاسئله ديت. طيب انتوا شايفين ايه؟ احنا كنا بنقول ايه البروجريسيف الابوريشن، اللي انا اثناء ما انا شغال في المشروع بعمل ديتيل ده اكتر، بضيف حاجات وانا داخل المشروع ما ببقاش عارفها، الديتيل دي الصغيره ديت ما ببقاش عارفها. وضربت مثال لو انا داخل اعمل، مش فاكر تقريبا ده المثال اللي ضربته ولا لا، انا داخل اعمل حاجه كده في المطبخ، هتلاقيني داخل السكوب بتاعي هعمل، لو انا مثلا داخل اعمل فراخ يعني، فالسكوب بتاعي خلاص انا عندي هدخل اعمل فراخ، بس اعمل فراخ لا الملح، لا مش عارف الحاجات اللي جوه، مش مليش قوي قوي في المطبخ يعني، بس يعني البهارات اللي هحطها، اللي مش عارف احط لها ايه زياده كده، الديتيلد بالظبط دي اثناء ما شغال في المشروع. فدي ايه بروجريسيف الابوريشن، حتى لو بصينا يعني باختصار شديد جدا يعني كده، لو بصينا هنلاقيها ايه، هي الاجابه رقم بي اساسا. بروجكت بروسيس ار ايتريتد، ايتريتد يعني ايه، متقطعه او اجزاء. As more detailed, as more information is uncovered through the project life cycle. جبرك من صح. The project manager's rules during the executing process group. كويس. Of the project can best
كان بيست، خلي بالك هو بيقول لك ان كل ده ممكن يمشي، بس البيست بقى فين؟ بي ديسكرايب از، انا بقول لك ان دور بروجكت مانجر اثناء الفيز بتاع الاكسكيوتنج اللي احنا نبقى بقى شغالين اللي احنا عملنا له بلان ده، البروجكت مانجر بيبقى يعمل ايه؟ هو حط البلان وحط كل حاجه واحنا بنشتغل كذا والقصه كذا والكلام ده، والناس دلوقتي شغاله، دوره دايركتور ولا انتجريتور ولا كوردينيتور ولا ليدر؟ شايفين ايه؟ واحد بيقول لي ليدر، تاني بيقول لي كوردينيتور، تالت بيقول لي انتجريتور، كلهم صح، واحد بيقول لي كلهم صح، ما عارف، بس هي ذا بيست. ذا بيست هو في الحقيقة بيبقى شغال، ذا بيست هو انتجريتور، بمعنى انا مثلا كده يعني لو مثلا لو حد اشتغل في السوفت وير كده انفيرومنت او سوفت وير اريا، تلاقي لا هو في الاخر ده البيزنس اناليست بيتاكد ان البيزنس اناليست ده خد منه الريكويرمنت دوكيمنت ووصلت للايه، للناس بتوع الديزاين اللي هيعملوا ايه، اللي هيعملوا الديزاين، ويتاكد ان بتوع الديزاين وصل منهم للديفلوبر اللي هيبدا يشتغل، فهو بيتاكد من الحاجات دي، فهو اكتر انتجريتور ما بين الاريا المختلفه دي، يعني هو بيعمل انتجريشن ما بينهم، هو حلقه الوصل ما بينهم. طيب which of the following would be the most appropriate thing to do during the planning process group؟ بيقول لك ما هو افضل شيء during the planning، في خلال ال process بتاعت ال planning، work with stakeholder to determine their communication reference، هل اشتغل معاهم عشان اعرف ال communication reference بتاعتهم، ولا determine the initial project organization، ولا refine control limits، refine ولا define؟ I think ان هي define. ايه ده؟ واو ظهرت الإجابة complete scope. طيب بما ان ظهرت الإجابة، طيب هو فعلا خلال planning انا بعمل ايه؟ لا بروح اشوف الستيك هولدر واعمل كوميونيكيشن ما بينهم، وانا اساسا بجمع الريكويرمنت بتاعتهم عشان، وهنتكلم ده هنتكلم فيه تفصيل النهارده، وعشان ناخد منهم الريكويرمنت بتاعتهم عشان ايه، نبدا نشتغل في المشروع. تمام، في الاخر طيب هاي ليفل هاي ليفل بروجكت سكادول كونسترين have just been determined what the project management process group RUN. بيقول لك ان الهاي ليفل ده بيبقى موجود فين؟ في الانيشيشن ولا البلاننج ولا الاكسكيوتنج ولا مونيتور كنترول؟ لو هنمشي بقصيه السبعات، اكسكيوتنج مش هاي ليفل، ده انا عارف ديتيلد كل حاجه، مونيتور اند كنترول بتحصل على الاكسكيوتنج، يعني وانا بعمل اكسكيوتنج ببقى عامل عليها مونيتور اند كنترول، فبالتالي لا دي ولا دي مش هينفعوا. طيب بلاننج دلوقتي اصبح عندي بلاننج وانشيت، طب تفتكروا مين فيهم هاي ليفل؟ مش عارف اعمل بلاننج، او انا بعمل بلاننج بعمل ديتيلد، يعني انا عشان اعمل بلان لحاجه بعرف كل التفاصيل بتاعتها عشان اعرف اعمل لها بلاننج صح عشان هبدا اشتغل، يبقى اكيد اكيد في انشيتنج، في انشيتنج واحنا قلنا عليها في البروجكت تشارتر بيبقى عندي هاي ليفل. طيب the project charter is created in which project management process group؟ السؤال بطريقه عكسيه، initiating يعني مش محتاج ان احنا نتكلم فيه. One of your team members inform you that he doesn't know which of the many projects he is working on is the most important. بيقول لك واحد من التيم بتاعك بيقول لك ان هو مش عارف هيشتغل في اي بروجكت منهم، اي واحد فيهم اهم عشان يشتغل فيه. Who should determine the بيقول لك ان واحد مش عارف في اكتر من مشروع هو فيهم ومش عارف يشتغل في اي مشروع، واي مشروع اهم، يعني مين اللي ممكن يحدد الكلام ده؟ بروجكت مانجر ولا سبونسر ولا بي ام او ولا تيم؟ تفتكروا مين قلنا اللي بيحدد الكلام ده؟ بي ام او. which of the following best describe the major constraints on the project؟ فاكرين بقى الكونسترينس، تريبل كونسترين فاكرينه، رقم سي، ست حاجات دول. طب بقى كام سؤال، انا عايز اسيب اسئله واجيب كده. طب
خليني انا هعمل اسئله تاني، انا عايز ادخل بصراحه السيشن النهارده. ف يعني دي كانت عباره عن بعض الاسئله اللي بتيجي وازاي بتيجي، وهنشوف كل حاجه دي بالتفصيل. انا يمكن السيشن اللي فاتت كانت انترودكشن، فما شرحتش فيها قوي وكنت تعبان وكده. عايز ادخل على سيشن النهارده، السيشن بتاعت سكوب ده بقى ايه؟ دي السيشن بتاعت النهاردة. طيب نبدأ أول سؤال، يعني ايه سكوب؟ يعني سكوب مستني إجابة. واحد بيقول سكوب يعني الريكويرمنت بتاعت القسم. يعني سكوب، يعني سكوب. واحد بيقول له السكوب يعني ال ايه؟ عايز اخترع اجابات كده. انا اصعب حاجه ان الواحد يتخيل اجابات الحاجات. حدد سكوب يعني راح اشوف هو عايز ايه بالظبط بالظبط واعمله. ايه ماشي، يعني سكوب. اجاوب انا بقى سكوب فعلا. بروح للكاستمر، شوف الكاستمر عايز يعمل ايه بالظبط، باخد الريكويرمنت بتاعت الكاستمر. مش هو بس، يعني لو هنرسم دايرة كده باختصار شديد جدا، فالكاستمر قال انا عايز واحد، عايز اتنين، عايز تلاتة. وانا بحكم خبرتي في المجال ده والشغل فيه، وعملت اكتر من بروجكت تاني، فهقول له وتلاتة ولا خمسة وستة دول مش معانا. ليه بقى؟ طب نضرب مثال. لو انت رحت قهوة، فقلت الراجل شغال في القهوة انا عايز شاي، هروح اجيب لك الشاي، جابوا شاي وسكر زيادة، وانت بتشربش بقى شاي سكر زيادة، سكر خفيف، هتعمل ايه؟ تقول لا انا بشرب سكر خفيف. طب ما حضرتك ما قلتش انك بتشرب سكر خفيف. لا، ما انا اقتناعي ان اي قهوة بتجيب الشاي والسكر بره. فاذا شوف بقى هتعمل ايه؟ هياخد طبعا الشاي ده يرميه بقى ويجيب لك شاي تاني، فهو خسر الشغل اللي عمله وخسر كل حاجة. كانت افضل حاجة لو هو كان من البداية راح قال لك ايه هو شاي حضرتك، ايه سكر زيادة ولا سكر خفيف؟ او خلاص انت تبقى انت هتقول له، ممكن تقول له كمان انا عايز سكر بره بقى، عشان لا يجيب لك سكر. فانت تحدد ايه اللي معاك وايه اللي براك، شيء مهم جدا جدا. يعني ندخل بقى ايه. طيب احنا قلنا ان اي نولج اري عندنا هيبقى فيها بروسس. البروسس ديت اللي هنتكلم عليها. طب السكوب فيه ايه البروسس؟ تفتكروا انا بعد ما خلاص اخد المشروع هعمل ايه؟ تفتكروا، تعالى نتخيل. احنا ممكن لو انا فعلا خلاص قلت لك المشروع ده خلاص مبروك عليك، وانت ان شاء الله هتعمل لنا المشروع ده، اول حاجة تروح تسألني انت عايز ايه بالظبط. تعالى بقى اقول لي فين الناس اللي هتشتغل على المشروع ده، واللي هم الستيك هولدر بالنسبة لي، ونجمع منهم الريكويرمنت. طب نجمع منهم الريكويرمنت اسمها كولكت ريكويرمنت. دي اول بروسس. طب انا رحت بقى، فالراجل ده اداني بقى كل اللي بيحلم حاجة عايزها. غالبا الكاستمر بيبقى ايه؟ لو عايز حاجة مش عايز يعمل اي حاجة خالص، نفسه كده يفكر كده، لو قاعد على جهاز كمبيوتر ما يمدش ايده على الجهاز، يفكر الجهاز يشتغل لوحده بالتفكير. يعني مش عايز حتى يمد ايده يعني. فكل واحد هيحلم ويقول لك الريكويرمنت بتاعته بعد كده. فانا في حاجات ممكن ابليكابل ان انا اعملها، وحاجات مش ابليكابل بالنسبة لي، بس انا بتاخد كل الريكويرمنت. فمحتاج اللي انا اعرف. وكمان في حاجات مهمة وحاجات مش مهمة. في حاجات يعني رقم واحد للبريوريتي بتاعت الريكويرمنت لازم يعني، فبتفرق معايا كتير. يبقى انا لازم بعد كده، بعد ما اخد الريكويرمنت دي خدتها من كل الناس، هعمل احددهم تبع البريوريتي بتاعتهم، واشوف حاجات ايه اللي ممكن ما ينفعش، ممكن حاجتين متناقضتين يعني ما ينفعش يتعملوا يعني. فبحدد ايه، بعمل ديفاين للسكوب بتاعي. هنتكلم يعني ايه ديفاين للسكوب بتاعي. مش كده وبس،
ده انا بديفاين السكوب بتاعي دي، يعني الكلام اللي قلته ده داخل ديفاين السكوب بتاعي. السكوب ده فيه كل حاجة. هو يعني ايه سكوب اساسا؟ هو requirement بس؟ لا لا خالص. سكوب ده يعني سكوب مشروع. طب تعالى نتفق على الدليفربل اللي انت تاخدها ايه. انت بعد شهرين هتاخد، هنديك فيرجن 1، بعد 3 شهور هتاخد اليوزر جايد، ده دليفربل مثلا. بعد كده هنعمل الحاجات دي كلها بتبقى متفقين عليها، في تريننج. الحاجات دي بتبقى من ضمن ال من ضمن السكوب بتاعي. كل ده داخل في السكوب، بنحدده بالظبط. بعد كده بعد ما خدت الريكويرمنت وعملت ديفاين للسكوب وعرفت انا هعمل ايه، تبقى حاجات كده الريكويرمنت ديت محتاجه بقى ايه تفصيل اكتر. يعني انا مش هاخد حاجه نعمل موبايل واقول له واحد خد احنا هنعمل موبايل. لا، انا لو مسكت مثلا في مشروع عندي اللي انا هصنع موبايل جديد، فالمشروع من فوق بتاعه اللي انا هصنع على الموبايل، لكن في الاخر لا، واحد هيعمل لي الاي سي والمقاومات والمش عارف والحاجات الالكترونيه ديت، وواحد هيعمل لي السكرين بتاعته، وواحد هيعمل لي البروجرامنج اللي هنعمله للسيركت بتاعه الموبايل. ففي الاخر لازم اقسمها لحاجه اسمها ورك باكج بريك داون ستراكشر، اللي هي اكريت لحد اخر حاجه ممكن واحد يشتغلها. انا اوصلها البورك باكج ديت، بنقسم الدليفربول ديت لورك باكج عشان اعرف في الاخر اجمع ايه. طيب هجمع التايم، هجمع الكوست على اساس التقسيمه اللي انا مقسمها، اجيبها من تحت لفوق. طيب بكريت الورك الدبليو بي اس ورك باكج ستراكشر. بعد كده اشتغلت والحمد لله رب العالمين، بعمل فيروفاي للسكوب. يعني ايه فيروفاي للسكوب؟ يعني نروح بقى بعد ما نشتغل والكلام ده، هنروح بقى للكاستمر. هو ده اللي انت كنت طالبه؟ اه. طب شكرا كده، تمام تمام هو ده اللي كنت طالبه؟ لا. طب ارجع بقى، حاجه من اتنين، يا اما انا ما عملتش اللي مطلوب وفي دوكمنت بالكلام ده فانا ما عملتوش، فبالتالي لازم ارجع اعمله. لا، اما لا هو بيقول لك لا بس ده تشينج ريكويست، يعني هو عايز حاجه تاني، هو غير كلامه. في الحاله ديت هنعمل حاجه اسمها تشينج ريكويست، والتشينج ريكويست ديت بنعملها بالبروسيس كنترول سكوب. هو ده اللي بيعمل ايه اللي بيحصل فيه تشينج ريكويست كنترول. بقى بشوف انا الشغل اللي كنت حاطه على الورق ده هو نفسه شغاله بالظبط، هو اللي بيطلع، هو اللي احنا شغالين فيه ده الكنترول. واي تشينج بقى بندخل بالتشينج ريكويست بتبقى في الكنترول ايه سكوب. طيب شوف، في كلمتين مهمين جدا، بيقول لك البروجكت سكوب مانجمنت انكلودز ذا بروسيس ريكوايرد تو انشور ذات ذا بروجكت انكلودز اول ذا ورك ريكوايرد اند اونلي اول. لازم يكون فيها كل الشغل المطلوب واونلي، والشغل المطلوب بس. يعني الشغل المطلوب بس، يعني ما اروحش اعمل حته زياده من الكاستمر، لا. to complete the project successfully، يبقى اقول لابد كل الريترن للكاستمر لازم يتعمل، وحاجه زياده لا. طيب على فكره الكلمتين دول مهمين جدا 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 كمان. في فرق ما بين طيب البرودكت سكوب والبرودكت سكوب، ايه الفرق ما بين الاثنين؟ برودكت سكوب يعني انا بروح احدد الفانكشن اللي موجوده في البرودكت بتاعي، بمعنى انا بس بضرب امثله جنرال كده عشان مش عارف اللي بيسمعني ده ممكن اضرب امثله في العمل بقى اقول لك سوفت وير، خاصه لو كنت شغال في سوفت وير بس خاصه بالتليكوم يعني، فممكن اتكلم عن سوفت وير اكتر، بس ممكن واحد تاني يكون شغال في مجال تاني خالص ما يفهمنيش، فبحاول اضرب امثله عامه خالص للكل، الكل هيبقى يفهمها يعني معانا. فانا بقول مثلا لو مشروع اللي انا هصنع موبايل ده، ايه الفرق ما بين البرودكت سكوب فيه والبروجكت سكوب فيه؟ برودكت سكوب يعني هقول لك لا انا عايز كاميرا 5 ميجا بكسل، عايز مش عارف بروسيس كذا، عايز مش اسمه ايه، عايز لا عايزه التاتش يكون عالي جدا، عايز يكون اندرويد، عايز احلم بقى. يعني انا بقى كده بتكلم فيه بقى في الموبايل بتاعي هيكون ايه، هيكون الصفات بتاعته ايه. طيب بروجكت سكوب ايه؟ لا بروجكت سكوب يعني برودكت سكوب جزء
من البروجكت سكوب ده جزء من ده. طب ده في حاجات تانية؟ اه في حاجات تانية. بروجكت سكوب هقول لك، لا في الاخر انت هتاخد ايه؟ انت هتاخد منه موبايل، والموبايل ده ان شاء الله هيكون موجود في علبة، وراه يوزر جايد. اليوزر جايد ده هيبقى مشروح لك انت تستخدمه ازاي، وكمان وراه شاحن، وكمان وراه هعلمك عليه لمدة 5 ايام كده، هعلمك عليه ان شاء الله تستخدمه ازاي. كل ده تبع بروجكت سكوب. تعالى نحدد بقى الدليفر بتاعتنا ايه والكونسترين بتاعتي. وخلي بالك انت ممكن ترجعه، بس لو برضو لو عيب تصنيع، لكن مش عيب تصنيع، عيب استخدام، لا مش هيرجع. كل حاجة بتبقى ديفايند في البروجكت سكوب، كل حاجة. طيب احنا بنعرف حتى بقول لك ان الكومبليشن اوف ذا بروجكت سكوب از ميجرد اجينست ذا بروجكت مانجمنت بلان. يعني ده معروف، ممكن اقيس ان انا البروجكت سكوب بتاعي اجينست بروجكت مانجمنت بلان. طب البروجكت سكوب قصاد البرودكت ريكويرمنت، لا انا عايز كاميرا كذا، عايز مش عارف سكرين، عايز تاتش، عايز الكلام ده، ده البرودكت سكوب بتاعي. بشوف الريكويرمنت بتاعت البرودكت، ممكن اقيسه على هذا الاساس. طيب التيبل ده اللي قلنا هنحفظه زي اسمنا، مش هنحفظه زي اسمنا، هتلاقينا احنا حفظناه اساسا زي اسمنا من غير ما نحاول نحفظه باذن الله. بس نركز مع بعض. سكوب اول بروسيس عندي هي الكوليكت ريكويرمنت، تاني بروسيس ديفاين سكوب، تالت بروسيس كريت الدبليو بي اس. كل الكلام ده فين؟ في الفيز بتاعه البلاننج. مفيش حاجه في السكوب في الانيشيتنج خالص، بل بالعكس بيبقى الانبوت ده، ده بالنسبه لي انبوت بروجكت تشارتر، ده بالنسبه لي انبوت عشان اعمل الحاجات ديت. طيب ايه تاني بروسيس؟ هما خمسه اساسا. فيروفايل سكوب زي ما اتكلمنا، وكل حاجه هنتكلم عنها بالتفصيل، وكنترول سكوب اتكلمنا عن الكلام ده. نبدا في اول حاجه عندي كوليكت ريكويرمنت. ونفس الكلام اللي قلته، بس انا قلت كلام كده مختصر جدا عن كل حاجه، هنبدا بقى في تفصيل كل حاجه، يعني حاجه حاجه بالراحه كده نقزقزهم. بروسيس يقول لك ان الكوليكت ريكويرمنت ذا بروسيس اوف ديفايننج اند دوكمنت ستيك هولدرز نيدز تو ميت ذا بروجكت اوبجكتيف. ان ديت اللي بعرف فيها الستيك هولدر نيدز، يعني الستيك هولدر عايز ايه، بروح اجمع منه كل واحد عايز ايه، بروح اشوف ان بعد ما الريكويرمنت ديت هي اللي بستخدمها عشان اعمل، بعد ما اجمع ريكويرمنت بقى ايه، بقسمها، بعمل حاجه اللي هو كريت الايه، ورك باكج بريك داون ستراكشر. فهي الفاونديشن بتاع الورك باكج، الورك باكج يعني. طيب بعد الورك باكج دي بقى اقسمها لتاسكات في الاخر، تاسكات حاجه صغيره خالص، اللي هو هيبدا الشخص اخر واحد هيشتغل عليها، دي التاسك بتاعته. بعد كده انا بحب اعرف مثلا التايم بتاع البروجكت، مثلا بشوف كل تاسك من تحت هتاخد كام، واجمع التاسكات ديت لحد ما اعرف الورك باكج اللي قبل منها، ونشوف الكلام ده هياخد ديوريشن بتاعه كام، واطلع لفوق للدريفر ده هياخد كام، الفيز كلها هتاخد كام، فالكام فيز هتاخد كام، فاعرف ان البروجكت. نفس القصه الكوست، انا بجمع من تحت لفوق، من الصغير واطلع الكبير، الصغير واطلع الكبير، الصغير واطلع الكبير، فبجمع من تحت. فهي اللي بعرف منها الكوست، هي اللي بعرف منها السكادجول، هي اللي بعرف منها كواليتي. كنا قلنا حتى من ضمن الحاجات اللي انا بعرفها السكوب هي كواليتي ماتريكس والكرايتيريا بتاعت الاكسبتنس، اكسبتنس كرايتيريا. الحاجات دي كنت بعرفها واجيبها اساسا من، بكتبها من ضمن السكوب بتاعي، بتفرق معايا. طيب ايه الانبوت بتاعي عشان اعمل، اروح اجمع انا الكوليكت ريكويرمنت بتاعي؟ الانبوت بتاعي هيبقى حاجتين بعيدا عن الحفظ يعني، بس هما حاجتين. بروجكت تشارتر ده اللي هو يدينا هاي ليفل، هروح يعني مشروع كده مش عارف عنه اي حاجه خالص، لا في بروجكت تشارتر ده بيبقى هاي ليفل عن الريكويرمنت بتاعته، بس بهاي ليفل مش ان ديتيل. فمعايا البروجكت تشارت عشان ابقى عارف الهاي ليفل بتاعت الريكويرمنت ديت، وابقى معايا ستيك هولدر ريجستر، وهنقوله بيجي منين وازاي. بس ستيك هولدر ريجستر يعني في الاخر كل الستيك هولدر اللي عندي في المشروع. ستيك هولدر ريجستر ده بيبقى فيه اسم مثلا الستيك هولدر، والايميل بتاعه، والكونتاكت بتاعه، والرولز، والديبارتمنت بتاعه، ومدى اهميه الستيك هولدر ده عندي بالنسبه للمشروع.
يعني ده يوزر عادي ولا ده مانجر ولا ده الاكونت مانجر ولا ده، تفرق من واحد لواحد، وده ليها حاجة خاصة بيها. ده بروسس كاملة بتاعت الستيك هولدر دي، ايدنتيفاي ستيك هولدر هنتكلم عليها. طب هي جت منين هنا؟ اصل في الاخر زي ما قلنا ان التسع نولج دول عبارة عن اللي انا اعمل حاجة، يعني هما ببعض، بعد ما اعمل حاجة بروح اغير في كلهم، بيضربوا ببعض من الاخر. فيبقى معايا ستيك هولدر عشان اعرف انا اروح اقابل مين، ومين اللي هقابله ده. الراجل ده مهم ولا مش مهم؟ الراجل ده اساسا بالنسبه لي التكنيكال اللي هيديه ريكويرمنت صح ولا مش، هو اللي ما اعرفش حاجه عن اي حاجه. عشان تبدا تتعامل مع واحد يعني ده ستيك هولدر المهم جدا اللي فاهم الشغل كله، ولا ده مانجر من فوق مش عارف اي حاجه عن اي حاجه. بتفرق، بس اللي مش عارف حاجه عن اي حاجه المانجر ده لازم يكون ساتسفاي. بتفرق معايا حاجات كتير يعني في الستيك هولدر ريجستر ده، لازم اكون عارفه عشان اروح اكولكت ريكويرمنت. طب اكولكت ريكويرمنت ازاي؟ اروح اقابلهم ازاي؟ يعني ايه التكنيك اللي ممكن استخدمها؟ والله ممكن استخدم اكتر من تكنيك. ممكن اعمل تكنيك اسمه انترفيوز. يعني ايه؟ يعني احضر اسئله كده واروح اسالها للناس بقى. تعالى بقى، طب انتوا اللي عايزه ده، عايز الكاميرا بتاعته كام؟ يقول لي هو يجاوب بقى 5 ميجا بكسل. انت عايز مش عارف واضح ان الموبايل بتاعه هو اللي اشتغل. طب ثواني، واضح هيسألني عايز ال يا جماعة رجعنا تاني معلش كنا بنتكلم في ايه؟ كنا بنتكلم ايه التكنيكس اللي ممكن استخدمها عشان نعمل كوليكت ريكويرمنت. كنا بنقول انترفيوز اللي عبارة عن اسئلة انا محضرها وبسألها الستيك هولدر وهو بيجاوب عليها، فانا بعرف اجمع ريكويرمنت بتاعتي. او فوكست جروب. يعني ايه فوكست جروب؟ يعني اركز على الناس معينة، الناس ديت اللي هي ايه كواليفايد، الناس ديت اللي اعرف ان انا هاخد منها الريكويرمنت بتاعتي. تعال نشوف الفوكس تو انترفيوز اللي احنا عملناها. فوكس تو جروب فاسيليتيتد ورك شوبس. يعني ايه فاسيليتيتد ورك شوب؟ يعني بص، يعني ممكن نقول ايه، يعني انا مثلا لو رايح اخد الريكويرمنت بتاعتي وانا في السوفت وير، فاخد الجماعه بتوع التكنيكال الديفلوبر دول عشان ايه؟ لو قال حاجه الستيك هولدر قال حاجه ممكن مش ابليكابل معايا، ما تتعملش بالتكنيك. مثلا لو انا كنت مستخدم لغه الجافا ولا السي بلس بلس، فما تتعملش، فيجاوب عليه الراجل التكنيكال على طول بقى، فنحل المشكله بسرعه. ده فاسيليتيت جروب اللي انا هاخد ايه الناس اللي شغاله معايا. او كريتيفيتي تكنيكس جروب كريتيفيتي. يعني بص دي معتمد على الافكار بقى، هي الكريتيفيتي يعني هتعتمد على افكار برين ستورمنج. يعني ايه؟ يلا نشوف افكار جديده في البرين ستورمنج. نومينال جروب تكنيك يعني الافكار الجديده ديت هعمل لها فوتنج واعمل لها ارتبهم على حسب ايه البريوريتي بتاعتها. يبقى الجروب كريتيفيتي ديت معتمده ان انا ايه نشوف افكار جديده ايد ومايند مابينج. طيب في ممكن اعمل الكوش السيرفيز ديت والكوشنرز ديت بالظبط عامله زي الانترفيوز، اللي انا برضو بحضر اسئله واخليه ايه يجاوب على الستيك هولدرز يجاوب عليها. اوبزرفيشن يعني اروح مثلا انا واخد مشروع من شركه معينه، المشروع ده هشتغل عليه اكتر من ديبارتمنت عندي او اكتر من تيم، وكل تيم بيعمل حاجه. طب ما انا اروح يوم كده او يومين او اكتر من مره واشوف الناس دي شغاله ازاي، وده بيبعت التاسك بعد كده لمين، وهو بيعمل ايه، واللي بعد منه بيعمل ايه، فاشوف بعيني. تمام، ده المقصود بايه observation. طيب جروب decision making يعني ايه؟ يعني نجيب جروب كده وهو اللي ياخد القرار. فين الماوس بتاعي؟ بس مش واضح خالص. طبعا انتوا مش شايفينه طبعا. طيب طب اعتمد في الجروب ديت لا اما على الاغلبيه المطلقه لا اما على المعظم. اغلبيه مطلقه يعني كل واحد لازم يوافق، لا اما على معظم الناس يعني ازيد من 50%، لا اما عكس المعظم بقى اللي هو الايه لو المعظم ده ما كانش موافق. لا اما بقى نستخدم الاسلوب بقى الاسلوب الايه احسن اسلوب في الحياه، تكون دكتاتورية يعني، فتاخد قرار بدكتاتورية. طيب الاوبوت بتاعي ممكن يكون ايه؟ الاوبوت بتاعي او الاوتوبوت
ورايا اللمب في اللاب توب بتاعي محمد هنيدي، المثال ده شهير معايا. طب الاوتبوت بتاعي هيبقى ايه؟ requirement management plan. طب يعني ايه requirement management plan؟ يعني requirement دي هعمل لها analysis واعمل لها documentation، وبعد كده ارتبها حسب زي ما قلنا ايه priorities بتاعتها. ايه اللي ممكن يطلع لي تاني؟ تخيلوا معايا كده، بعد ما تروح تجمع الريكويرمنت من الناس دي، ايه اللي ممكن يطلع؟ مش انت فلان احمد طلب كذا، محمد طلب كذا، حسن طلب كذا، ده طلب كذا، كل واحد لنيد، كل واحد للريكويرمنت، فاعمل حاجه اسمها تراسابيليتي ماتريكس. يعني ايه؟ يعني بكتب كده، بعمل دوكمنت او شبه تيبلز، احمد او ريكويرمنت واحد ده طلبه احمد، طب البريوريتي بتاعته ايه؟ هاي مثلا كده، يعني هو ده بيبقى ايه؟ تراسابيلتي ماتريكس. طب بينفعني في ايه؟ لا بينفعني في حاجات كتير. يعني بتشوف انت الستيك هولدر، في ستيك هولدر مهم جدا لازم كل الريكويرمنت بتاعته تعملها، يعني بتراجع مع الستيك هولدر بعد كده الريكويرمنت ديت. ده في حاجة مهمة جدا، هو انا بعد ما اخد الريكويرمنت ديت وكتبتها في دوكيمنت ورحت اشتغلت ورجعت، راح قالك لا مش انا ما طلبتش كده، ايه الحل بتاع الموضوع ده؟ الحل هنشوفه برضو معانا، بمعنى ان لازم بعد ما اخد الريكويرمنت اعملها في دوكمنت وابعت الدوكمنت دي للكاستمر واخد ابروف عليها، وبعد ابروف عليها بتبقى اسمها بيز لاين، خلاص دي الابروف، وهي دي اللي بتخليني اقدر اعمل تشينج ريكويست، عشان لما يجي يغير رايه اقول له لا ده الدوكمنت اهي وانت كاتب ده ابروف وهو ده اللي انا طالبه، الكلام اللي انت بتقوله ده مش موجود او الكلام اللي انت بتقوله ده عكس اللي موجود، فتعالى نعمل تشينج ريكويست. تمام تمام ده الكلام الملخص، ادي الانبوت اللي عندي، بروجكت تشارتر وستيك هولدرز ريجستر والتكنيك انترفيوز او فوكس جروب او المجموعه اللي احنا قلناها. في واحده ما قلناش عليها او ما كانش موجوده في بروتوتايبز. يعني ايه بروتوتايبز؟ على فكره الحته دي مهمه جدا. بروتوتايبز ديت يعني انا مثلا اتفقنا ان انا هعمل لك مثلا كده برنامج صغير للحسابات مثلا، مثلا يعني فانت عايز اول مثلا كده في سكرين فيها الموظفين اللي عندك، والسكرين التانية فيها مرتباتهم، والسكرين التالتة مش عارف فيها غياباتهم، والسكرين التالتة مش عارف فيها ايه. ف قلت لك ماشي، فاخدت منك الريكويرمنت بتاعتك واروح اعملها. لا قبل ما ابدا عمل فيها ممكن اعمل حاجة بسيطة كده اخليك تشوفها فانت تتاكد لي هو ده اللي انا عايزه ولا لا. يعني مثلا في حاجه في السوفت وير بيستخدموا حاجه اسمها اتش تي ام ال، فيبدا يعمل سكرينز ورا بعض، سكرين معموله بالاتش تي ام ال كده بتضغط بتدخلك على السكرين تاني، هو مش سيستم بس هي سكرينز كده، يعني توضح لك انا تتخيل الشكل اللي هيبقى ظاهر لك هو الشكل ده مثلا، بس لسه مش حاطط الفانكشن يعني بتاعته، فيقول لك اه اوكي او مثلا لا انا عايز دي كذا. فبالتالي بتطلع بعد البروتوتايب ده، انت فعلا لما بتبدا تشتغل بعد البروتوتايب بيبقى عندك او الاحتمال ان هيبقى اكسبتد كبير جدا جدا، لان هم شافوا حاجه تقريبا شبه اكشوال يعني، فبتستفاد جدا من بروتوتايب. ادم مقصود بالبروتوتايب اللي انت بتاخد حاجه بتاخد بتعمل فيريفاي للسكوب بتاعك والريكويرمنت قبل ما تبدا يعني. طيب الاوت بتاعي قلنا تراسابيلتي ماتريكس بيكون من ضمن الحاجات، الريكويرمنت دوكيومنتيشن، عملت دوكيومنتيشن للريكويرمنت بتاعتي وريكويرمنت مانجمنت بلان. ده شكل تاني كده اللي هو بيقول لك هو شكل بيحاول يربط لك ان كل حاجه ببعض، يعني بيقول لك مثلا كده ان البروجكت تشارتر ده كان جاي من بروسيس تانية اسمها ديفلوب بروجكت تشارتر، دي موجوده فين؟ في الانتجريشن لما نوصل لها. فده كده كان اوتبوت من هنا دخل انبوت هنا، طب الانبوت الاوتبوت اللي خرج عندي من هنا يعني ريكويرمنت دوكيومنتيشن وريكويرمنت مانجمنت بلان هيدخلوا في حاجه اسمها ايه؟ ديفلوب بروجكت مانجمنت بلان، هتدخلوا في حاجه تانية كده يعني. بيقول لك الريكويرمنت دوكيومنتيشن دخلت في حاجه اسمها بلان بروكيورمنت، فهو بيحدد لك ان الحاجات دي بتدخل فين. التراسابيلتي ماتريكس كانت بتدخل فين؟ اه لما احب انا اروح بقى اقول كل واحد ايه. اه كانت ميزه تانية من التراسابيلتي ماتريكس ديت، انت دلوقتي محدد انا تيم مثلا اي تيم، انا طالب واحد اتنين تلاته اربعه،
يا عم انا تيم السيلز مثلا كده، وطالب مني طالب 1 2 3 4، فانت بتروح بقى تعرض لي الحاجات وتاكد لي وتقول لي انت الحاجات اللي انت طلبتها صح ولا لا. يعني ممكن تروح تجيب لي حاجات من بتاع مثلا، من بتاع السوفت وير مثلا كده، وتقول لي ده اللي انت طالبه. لا، فانا محدد كل واحد طالب ايه، فعارف انا اروح كل واحد هيشوف ايه، وبعمل كنترول برضو عشان ما يجي واحد يغير رأيه. لا، انت كنت قايل 1 2 3 4، وانا عارف كل واحد قال ايه. يعني حتى لما اقول لك انت عملت دي ليه، فلا انا عندي فلان هو اللي طلب وقال كذا، وده موجود عندي دوكومنتد. كل حاجة لابد ان تكون دوكومنتد، يعني تعامل مع الكاستمر. مفيش حاجة اسمها ايه ود في البيزنس، يعني كل حاجة دوكومنتد وابروف، دوكومنتد وابروف. يعمل دوكومنتد للحاجة، يخليه ابروف عليها عشان بعد كده ما يبقاش في كلام. يعني طيب ندخل على تاني حاجة. انا عايز بصراحة، انا بفكر ان انا اقسم السيشن ديت لايه، لجزئين، عشان ما يعني لو حد عايز يشرب شاي زي كده جاع وعايز يشوف اي حاجة يضربها، ممكن يعمل زي. فخلينا نبدأ ايه في ديفاين سكوب باقي البروسيس، بعد في البارت التاني او في الجزء التاني من ان شاء الله من الفيديو ده بتاع السكوب. ابقوا معنا. يلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.